صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، برحب بيكم حلقة جديدة من هذا الصباح. لقائنا الصباح اليوم المعتاد على شاشة النيل للأخبار بيمتد من دلوقتي ولحد الساعة 10 صباحا على مدى ساعتين تقريبا، بنصحبكم في جولة مختلفة من الحوارات والموضوعات والتقارير والأخبار اللي دايما بتكون مالية حلقتنا في كل يوم. وكالعادة بنبدأ حلقتنا بمجموعة من الأخبار والتقارير المختلفة من كل أنحاء العالم، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، ونبدأ حلقتنا بمجموعة من الأخبار والتقارير. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقاء وفد موسع رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي، شدد على موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد موسع رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأمريكي، يضم السناتور ليندسي جراهام عضو مجلس الشيوخ والسناتور روبرت مينندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل طال تأثيرها العديد من دول العالم. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين السيد الرئيس وقيادات الكونغرس الأمريكي تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين لا سيما على الصعيد الاقتصادي وتعزيز استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، حيث تمت الإشادة بجهود التنمية الشاملة الجارية في مصر لا سيما على صعيد تحديث البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة، وكذلك في قطاعات البترول والغاز والطاقة المتجددة والخضراء واستصلاح الأراضي الزراعية. كما تناول النقاش جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز حقوق الإنسان وإرساء مفاهيم وقيم التسامح الديني وثقافة التعايش ومبادئ المواطنة. وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية تم التباحث حول العديد من الملفات، على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية وسبل تعزيز السلم والأمن الدوليين، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات لا سيما في السودان وليبيا وسوريا، حيث تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات بما يحافظ على وحدة الدول ويصون سلامة أراضيها ومقدرات شعوبها، مع تأكيد أهمية الدور المصري الإيجابي والحيوي في هذا الصدد. كما تطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات الجارية حالياً بين مصر وإثيوبيا والسودان، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث. تناول اللقاء كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشاد الوفد الأمريكي بدور مصر المحوري على المستويين التاريخي والراهن في إرساء أسس السلام في الشرق الأوسط وتعزيزه، وأكد السيد الرئيس من جانبه موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بضرورة دفع الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يفتح الأفاق الرحبة للسلام الدائم والأمن والتعايش السلمي والازدهار لجميع شعوب المنطقة. تابعنا الأسبوع الماضي قمة مجموعة البريكس أو تكتل بريكس اللي أقيمت في مدينة جوهانسبرغ
بجنوب أفريقيا ومحاولة هذا التكتل للتوسع أمام التحالفات الغربية بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبالفعل أعلن هذا التكتل عن انضمام 6 دول جديدة لهذا التكتل لمجموعة بريكس، ويبدأ تفعيل هذه العضوية الجديدة ابتداء من أول العام القادم. ومن ضمن الدول الستة بالتأكيد كان مصر، اللي من جانبها كان لابد من بحث ودراسة ما ستقدمه لهذا التكتل، وأيضا ماذا تستطيع أن تستفيد من وراء انضمامها لهذا التكتل. وفي مدينة العلمين الجديدة وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع أسبوعي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي على إنشاء وحدة بريكس بمجلس الوزراء لبحث ملفات التعاون مع هذا التكتل. يوافق على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس لبحث ملفات التعاون مع التجمع وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين. جاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالعلمين الجديدة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. يهدف المجلس إلى توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى جانب آخر، أشاد رئيس الوزراء بما تحققه مدينة العلمين الجديدة من جذب سياحي بشهادة من مختلف المسؤولين الدوليين أثناء الزيارات الخارجية. كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العلمين وبرج العرب الجديدة ليتواكبا مع ما تحظى به المدينة من إقبال شديد من السائحين من مختلف دول العالم لجعلها مقصدا سياحيا طوال العام. كما شهد رئيس الوزراء توقيع وثيقة تحديد وإتاحة الأرض بين هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات عالمية لتنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بغرب سوهاج بقدرة 3 جيجاوات. المشروع سيقام على مساحة تبلغ أكثر من 850 كيلومتر مربع من الأراضي المخصصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتماشى مع الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس، وهذا يعد أولى خطوات الدولة للاهتمام بالانضمام لهذا التجمع. ومجلس الوزراء يوافق أيضا على المشروع الخاص بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مما يعد نقلة اقتصادية قوية في مستقبل مصر الاقتصادي المشرق. والحكومة تعمل وتتطلع لأن تصبح مدينة العلمين الجديدة مدينة سياحية عالمية طوال العام. من مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، أحمد أبو الحسن، النيل. خلونا نتكلم أكتر عن فرص مصر من انضمامها لتكتل بريكس، ومعانا عبر الهاتف الدكتور وليد جبالله الخبير الاقتصادي. صباح الخير يا دكتور وليد. أهلا وسهلا، صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يمكن زي ما ذكرت في قمة البريكس الأخيرة في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي تم الإعلان عن انضمام 6 دول جديدة من ضمنهم مصر، و في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وافق على إنشاء وحدة بريكس لبحث ملفات التعاون مع هذا التكتل. من وجهة نظرك دكتور وليد، كيف يمكن أن تستفيد مصر من وراء انضمامها لتكتل بريكس، وأيضا ماذا يمكن أن تقدمه لهذا التكتل الكبير؟ طبعا هي خطوة مهمة جدا، إنشاء وحدة للتعامل مع ملف البريكس في مجلس الوزراء، انطلاقا من اشتراك مصر في عضوية هذا التجمع، انطلاقا من طبيعة التجمع ذاته. بريكس هو تجمع مكون من 5 دول مهمة: البرازيل، روسيا، الصين، الهند، جنوب افريقيا. ولكن ومصر قد تقدمت بالطلب وحصلت على دعوة بالانضمام مع 6 دول اخرى. شكل هذا التجمع بعد انضمام 6 دول اخرى هو شكل متغير، يحتاج مزيد من الدراسات، يحتاج مزيد من التطلع الى افق التعاون مع التجمع في شكله الجديد. بريكس ليست منظمة اقتصادية بالشكل الفني، ولكنه هو تجمع، وهذا التجمع يقوم على مبادئ يجتمع حولها اعضاؤه
ويكون إطار للتعاون ما بين هذه الدول. بالتالي نحن أمام واقع جديد يتشكل لهذا التجمع. من أجل أن تكون مصر فاعلة في ذلك الواقع الجديد تحتاج إلى دراسة الشكل الجديد للتجمع، دراسة ما يمكن أن يقول إليه، بحيث تستطيع مصر اقتناص الفرص الاستثمارية وفرص التعاون في ظل هذا الواقع الجديد، وفي نفس الوقت تكون فاعلة في صناعته. مصر يمكن أن تضيف الكثير لهذا التجمع، فمصر دولة كبيرة، عدد سكان كبير، امتداد استثماري كبير للدول المؤثرة في هذا التجمع، كما أنها يمكن أن تطور من عملية التبادل بالعملات المحلية لهذا التجمع. مبادئ التجمع بصفة عامة هي مبادئ تحتاج إلى إدارة للتعامل معها وإلى تطوير للتعامل معها. مصر كانت قد اشتركت قبل ذلك في بنك التنمية الجديدة التابع لبريكس، ويمكن أيضا أن تستفيد من هذه العضوية. كل ذلك يحتاج إلى يعني هذه الوحدة التي سيكون لها الدور الأساسي، سيما وأنها سيكون من خلالها التنسيق ما بين الوزراء المعنيين المشتركين في هذه الوحدة، بحيث يكون هذا التنسيق أساس للتعاون مع دول بريكس. طبعا دكتور أريد، هل تتوقع لهذا التجمع بعد انضمام عدد آخر من الدول اللي بتملك أيضا بعضها اقتصادات بالتأكيد قوية، هل تتوقع أن يكون بالفعل هذا التجمع ذو شأن أمام التحالفات الغربية مع تغير موازين القوى الاقتصادية في العالم في الفترة الأخيرة؟ طبعا هو تجمع بريكس بالفعل، وقبل أن تضاف إليه الدول الست، هو تجمع كبير وتجمع مؤثر في الاقتصاد العالمي. مع إضافة الدول الست الجديدة فإن تأثيره سيتم تعزيزه، وسيكون له دور أكبر بصورة كبيرة، ولكن شكل هذا الدور هو الذي ستصنعه الأيام، وسيصنعه التفاعل ما بين الدول القديمة والدول الحديثة، بحيث يكون هناك إطار معين ويكون هناك تطوير للإطار المؤسسي للمجموعة. مشكورك فينا، شكرا جزيلا الدكتور وليد جابالة الخبير الاقتصادي، شكرا على هذه الإفادة. نكمل أخبارنا، وتواصل المراكز الطبية المتخصصة عملها لإجراء التدخلات الجراحية الدقيقة للمواطنين وفقا لمبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية الحرجة، واللي بتتضمن زراعة الكبد والكلى وجراحة القلب والقسطرة والمخ والعظام والرمد. مستشفى القاهرة الفاطمية واحدة من المستشفيات المتخصصة التابعة لوزارة الصحة التي تقوم بإجراء التدخلات الجراحية الدقيقة وفقا لمبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار، ومنها حالة أحمد عبد الستار التي كانت تعاني من فشل كبدي وكلوي، وهي إحدى الحالات النادرة التي في حاجة ملحة للتدخل الجراحي العاجل. نسكو حالتي، هل لازم تعمل عملية كبد وكلى مع بعض؟ كل الغيبوبة بيجيني كل 5 أيام، هتحاش في الرعاية، هو برضو خدموني وكانوا بيدخلوا الرعايه وبتاع، والحمد لله رضا. عملت العمليه، قعدت دخلت الساعه 8 طلعت الساعه 1 بالليل. لا الحاج احمد بقى كتير بعد العمليه، قبل العمليه ده كان تعبان خالص، انا كنت جايباه في تليف نهائي يعني، بس دكتور هاني سعيد يكفي شر المرض، ربنا يبارك له في صحته وفي عافيته، هو اللي انقذه يعني، هو اللي بقى يحاول ان هو قال لي خلصي لو في يوم انا هعمل لك العمليه، والحمد لله. عندي حاتم عنده 28 سنة، هو اللي اتبرع لابوه بالكبد، بسم الله ما شاء الله بقى كويس يعني الحمد لله. والتاني فارس برضو عنده 25 سنة والحمد لله اتبرع بالكلية دي الوالد. التدخلات الجراحية لزراعة الكبد والكلى تتم من خلال فريق طبي مدرب ومؤهل للقيام بتلك التدخلات الجراحية وفقا لمعايير الجودة العالمية، والذي قام بإجراء تلك الجراحة لأكثر من 16 ساعة كاملة والتي كللت بالنجاح. وصلنا دلوقتي لسبع حالات في الشهر، ثم بعد كده كمان انتقلنا لنوعية الحالات، فابتدينا ندخل زراعة الأطفال، وبعد كده دخلنا في الحالات المتقدمة اللي هي زي الحالة اللي عندنا النهاردة اللي هي زراعة كبد وكلى. هل زراعة كبد وكلى ما حصلتش قبل كده في مصر؟ لا حصلت طبعا، حصل
كتير جدا، لكن اللي بيقول عليه هو نقل الخدمه بالجوده بالنتائج العالميه للمستشفيات الحكوميه المصريه. هو ده الانجاز اللي احنا فرحانين بيه دلوقتي ونقدر نقول احنا، لكن هي اوريدي اتعملت موجوده والنتائج بتاعتها عكس ما الناس متخيله وعكس نتائج زراعه الكبد وكده، احيانا كتير بتكون افضل حتى من نتائج الكبد لوحده او الكلى لوحدها. والعمليه بتتعمل في نفس الوقت، ويعني هي اجراء سهل جدا، ما بتختلفش كتير عن اجراء الكبد فقط. بيكون فيها مشقه طبعا في ان انت بتلاقي اثنين متبرعين، الواحد للكبد وواحد للكلى. ابتدينا نزرع الحمد لله زراعه كبد وكلى الحمد لله بنسبه نجاح 100% الحمد لله. معانا المريض في الخلفيه معانا زارع كبد وكلى الحمد لله في خلال 5 أو 6 شهور اللي فاتوا. الحمد لله المريض بصحة جيدة، بيتحرك عادي بعد ما كان على ما يقرب على غسيل الكلى قبل الزراعة. الحمد لله الحالة بصحة جيدة، العلامات الحيوية كلها ممتازة، الضغط والسكر ممتازين الحمد لله، وظائف الكبد ممتازة الحمد لله، وظائف الكلى ممتازة. المريض الحمد لله ملتزم بالتعليمات، مواظب على أدوية المناعة بتاعته، وهو الحمد لله في أتم الصحة وعافية. المتابعة بتاعته كانت متابعة دقيقة شوية لأنه زرع عضوين، فمحتاج ان احنا نحافظ عليه من اي مشاكل ممكن تحصل، خصوصا مكافحه العدوى والحاجات دي، لان طبعا في الكلى بيبقى فيه نسبه رفض اكتر شويه من الكبد. كما تم اجراء جراحه نادره للفشل الكبدي اضافه الى جلطه بالوريد البابي، والتي تعد من الحالات النادره والتي قلما تجرى وتنجح تلك الجراحه. قبل العمليه كانت بطني كبيره، كنتش باكل اي حاجه، كان جسمي مورم خالص. بعد العمليه بقى اتغيرت، يعني بطني ما بقاش فيه بطن، ما بقاش فيه كرش. العمليه الحمد لله استريحت. نجاح التدخلات الجراحيه الدقيقه بالمستشفيات المصريه كزراعه الكبد والكلى وفقا لمبادره الرئيس بالقضاء على قوام الانتظار يؤكد حرص الدوله المصريه على توفير خدمه علاجيه مجوده بالمجان للمواطن المصري اينما كان. محمد حلمي، النيل. في القاهره استعرضت الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء دورها بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030. خلونا نتعرف على الرؤية دي أكثر من خلال هذا التقرير. حرصا منها على المشاركة الإيجابية في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، نظمت الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء ورشة عمل لاستعراض إنجازات ورؤية الهيئة واستراتيجيتها في تحقيق التنمية المستدامة مصر 2030. الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء أحد أهم المراكز البحثية والهيئات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمكلفة بالقرار الجمهوري بتنفيذ التكنولوجيات المتطورة والحديثة للفضاء وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من بعد في المشروعات القومية. نقوم بدراسة تعديات على الأراضي الزراعية وتعديات على أراضي الدولة، نساهم في التوسع الزراعي في الدلتا الجديدة وفي توشكا وفي الصحراء الغربية وفي بعض الأماكن الواعدة للاستصلاح الزراعي بدراسات استكشافية للتربة ومدى ملائمتها للزراعة ومدى تركيبها المحصول المناسب. الورشة تهدف إلى عرض مخرجات ومساهمات الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء كأحد قطاعات البحث العلمي في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات من أجل المساهمة في النهوض بمنظومة البحث العلمي والمشاركة الفعالة في المشروعات القومية. عملنا موديل أو عملنا سيستم بقدر أحدد بيه أو أحسب مساحات النحر والترسيب اللي موجودة، وممكن بتطوير النظام ده أنا ممكن أعمل تنبؤ باللي هيحصل، فده بيدي فرصة لمتخذ القرار انه بيبقى عنده فكرة عن المشاكل التي قد تحدث في المستقبل، فممكن بيتخذ من التدابير والاجراءات علشان يقلل المخاطر اللي بتتم، زي مثلا الهبوط اللي بيحصل في الدلتا او ارتفاع مستوى سطح البحر. بيستخدم الذكاء الصناعي والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه في حصر المحاصيل الاستراتيجيه، وممكن احنا من خلالها نتنبأ بانتاجيه المحاصيل وبالتالي قبل عمليه الحصاد، وبالتالي يبقى انا موفر رقم مبدئي لمتخذ القرار هل مثلا انتاجيه القمح هتكفي السوق المصري او ما الكميه الموجوده منها تكفي السوق المصري، وان انا ممكن استورد قد ايه. كما تقدم الهيئة رؤى فنية في مجموعة متنوعة من المجالات مثل علوم البيئة ومراقبة تغيرات المناخ وكذلك الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية بشكل أكثر فاعلية.
علي فتحي، النيل. اتعودنا ايضا كل صباح ان احنا نستعرض احوال الطرق والمرور في القاهرة والمحاور الرئيسية، واسمحوا لي ارحب بضيفي عبر الهاتف سيادة اللواء احمد هشام الخبير المروري. صباح الخير سيادة اللواء. صباح الخير، تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج والمشاهد الكريم، وان شاء الله يوم موشك سعيد مع اخر يوم في العمل الرسمي خلال هذا الاسبوع. اهلا بيك سياده اللواء، لو تطمنا على احوال الطرق والمحاور في القاهره والمحافظات المختلفه. ما فيش شك طبعا ان احنا ما زالت مستمر الموجه الحاره اللي بقالها 72 ساعه وارتفاع في درجات الحراره وطبعا مع ارتفاع نسبه الرطوبه اللي تصل الى 80% واحساس المواطن بارتفاع شديد في درجات الحراره، لذلك بنلاحظ ان حاليا الحاله المنظريه فيها الكثافات متحركه في ايام العمل الرسمي. طبعا احنا بنتكلم الان في الساعات الاولى من الصباح الباكر، الحمد لله في هدوء تام في كافه المحاور الميدانيه والطرق الرئيسيه، لكن طبعا في خلال الساعات القليله القادمه هيكون في كثافات متحركه، لذلك استعدت الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع ادارات المرور ومحافظات القاهره الكبرى بنشر خدمات مروريه مكثفه مدعمه بالاوناش والاليات والمساعدات الفنيه لملاحظه حركه سير السيارات وعلى مدار اليوم الكامل. هذا ايضا بالاضافه الى تنسيق التام والمستمر بين غرفه عمليات الاداره العامه للمرور وغرف عمليات ادارات المرور ومحافظات القاهره الكبرى لمتابعه خطوط السير السريعه الصحراويه والزراعيه، وبمناسبه توجه الساده المواطنين عقب انتهاء العمل الرسمي اليوم لقضاء اجازه نهايه الاسبوع في المحافظات الاخرى موطنهم الاصلي وايضا المدن الساحليه، لذلك استعدت الاداره العامه للمرور في الخدمات المروريه على الطرق السريعه ممثله في مجموعات الدرجات الفورية وسيارات الغاز الفورية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة المتحركة للتأكد من التزام قيد السيارات بتعليمات وقواعد وآداب المرور. كافة مناطق الأعمال خاصة بوسائل النقل الأخضر وأرض العمل التوسعة والتطوير الموجودة بمحور حول القاهرة الكبرى، وأيضا بالنسبة لغلق الجزء بمنزل كوبري 15 اتجاه الدوران اتجاه شارع احمد عرابي بمناسبه انشاء محور 26 يوليو جديد من شارع احمد عرابي اتجاه قريه اسكندريه الصحراوي، ايضا الاغلاقات الجزئيه والاغلاقات الكليه في شارع الاهرام، كل هذا وزاد تم تعزيزه بخدمات مروريه مكثفه بالاضافه للعلامات الارشاديه والعلامات التنظيميه لارشاد قيد السيارات الى الطرق والمحاور البديله. ايضا تم وضع خدمات منع انتظار على المسطحات المائيه داخل القرى والخاصه بمناطق كورنيش النيل وكذلك ممشى اهل مصر وايضا مواسي النيليه بمناسبه توجه السبع المواطنين هروبا من ارتفاع درجات الحراره للتوجه الى تلك الاماكن للتنزه بهدف منع الانتظار الخاطئ والوقوف الممنوع وارشاد قائد السيارات الى ساحات الانتظار البديله. حاليا ومع الحاله المرضيه الحمد لله هدوء تام، لكن في اغلاقات هامه جدا يجب على يكون عنده علم بها عند التحرك، يمكن ابرزها ان اليوم في غلق كلي لكوبري العبور بمدينه 6 اكتوبر وده لتنفيذ الاعمال الانشائيه الخاصه بقطار المونوريل 6 اكتوبر، وتم اجراء تحويلات مروريه المركبات الطبيعيه من طريق قناه اسكندريه الصحراوي وترغب السير اتجاه وسط الدرشور الشماليه اتجاه طريق الواحات تسلك مسطح كوبري العبور. زاد نحو 26 يوليو ثم كل يمينا اتجاه امتداد محور 26 يوليو والدوران من الفتحه الاولى والعوده مره اخرى الى الطريق امتداد محور 26 يوليو اتجاه ميدان جهينه، ثم يمينا اجباري اتجاه وصل الدرشور الشماليه اتجاه طريق الواحات. اما المركز من طريق الواحات اتجاه وصل الدرشور الشماليه اتجاه بوابات طريق قناه اسكندريه الصحراوي وبمناسبه تواجد الساده المواطنين الى المحافظات الاخرى اليوم عقب نهايه العمل تسلك مسطح ارضي كوب العبور اتجاه امتداد محور 26 يوليو ثم تدخل يمينا اتجاه ميدان ثم يمينا اجباري اتجاه وسط الدرشور الشماليه اتجاه بوابات طريق قناه اسكندريه الصحراوي. علامات التنظيميه موجوده بنفس الموقع لارشاد قائدي السيارات الى الطرق والمحاور البديله. حملات المرور مستمره على كافه انواع المخالفات بتحقيق الانضباط المروري في وضبط ايقاع حركه سير السيارات مع الالتزامات المحدده سواء داخل المحافظات او على الطرق السريعه. نعم بشكرك. دائما وابدا في نهايه الفقره المروريه بنناشد السادة قائد السيارات الالتزام بقواعد واداب المرور، التعاون مع رجال المرور، وان شاء الله رحله سعيده للمصريين واقف كلمه لحضرتك. أشكرك سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري، شكرا جزيلا على هذه المعلومات وهذه الإفادة وصباح الخير يا فندم. زي ما تطمننا على أحوال المرور أيضا نطمن ونتعرف أكثر على أحوال الطقس ودرجات الحرارة النهاردة والأيام
القادمة. ومعانا على الهاتف الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور منار. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بك. يمكن بنشعر من أيام بارتفاع آخر في درجات الحرارة بيعززوا أكتر ارتفاع نسب الرطوبة في الجو. طمنينا على الأحوال النهاردة والأيام اللي جاية دكتور منار. بالفعل يمكن على مدار الأيام الماضية كان في ارتفاع في نسب الرطوبة بشكل كبير وارتفاع في قيم درجات الحرارة، لكن الحمد لله يمكن اليوم هيكون آخر يوم في ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا بنشهده منذ عدة أيام. عظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تكون 36 درجة مئوية، وده بسبب ان احنا بنتأثر بالكتل الهوائية القادمة مع امتداد منخفض الجنب الموسمي. الكتل الهوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط تحمل بكميات كبيرة من بخار المية، يعني ارتفاع كبير في نسب الرطوبة. كمان في طبقات الجو العليا بيأثر علينا امتداد مرتفع جوي بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وبيزود فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، فبالتالي بيساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة. عشان كده 36 دي احنا هنحسها لو تكون 38 أو 39 درجة مئوية بسبب وجود نسب رطوبة في الجو. أجواء اليوم هي أجواء شديدة الحرارة راكبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء، اجواء حر على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط سواحلنا الشماليه. ده فترات النهار. فترات الليل مع غياب اشعه الشمس طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحراره، لكن ما بنحسش بارتفاعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. اجواء صيفيه معتدله على المناطق الشماليه، اجواء مائله للحراره على المناطق الجنوبيه فترات الليل. كمان مع فترات المساء ساعات الليل هيكون في نشاط نسبي في بعض المحافظات زي القاهره الكبرى شمال الصعيد بعض الاماكن المسكينة، يقلل احساسي بعض الشيء بنسب الرطوبه ويساعد على الاعتدال الاجواء خلال فترات الليل. بالاضافه كمان الظاهره الجويه المؤثره معانا خلال هذه الايام هي الشبوره المائيه، ومتوقع استمرار تكون شبوره مائيه فتره في الصباح الباكر. ساعات الليل المتأثر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه فتره في الصباح الباكر، لكن هي ايضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. تقريبا 7-8 صباحا تجديد الشبورة المائية بتبدأ تختفي ورؤية الأفقية بتحسن على أغلب الطرق. إن شاء الله متوقع من غدا الجمعة تبدأ التوزيعات الضغطية اللي بتأثر علينا تختلف، امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، امتداد مرتفع الأوروبي الوسطى، كتل هوائية معظمها قادمة من جنوب أوروبا، فنبدأ نحس في انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية، فيبدأ العظمى على القاهرة الكبرى تنخفض وتكون 34 درجة مئوية. وإن شاء الله مع بداية الأسبوع اللي جاي يوم السبت يكون في مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، وعظمى على القاهرة الكبرى هتكون 33 درجة مئوية، نشاط رياحي يقلل إحساس النسب والرطوبة وتحسن في الأجواء بشكل كبير إن شاء الله. بالنسبة لحركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط خلال 48 ساعة القادمة إن شاء الله هي معتدلة تماما. البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، يعني نقدر نستمتع بالإجازة بشكل كبير، لكن نخلي بالنا بس من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات الصيف. لكن ارتفاع الموج مناسب للناس اللي لسه بتصيف تقدر تنزل البحر براحتها، الأجواء مطمئنة. الحمد لله الاجواء مطمئنه بشكل كبير ومستقره بشكل كبير على البحرين الاحمر والمتوسط، وكمان درجات الحراره في المناطق الساحليه تعتبر اقل درجات حراره في الجمهوريه خاصه في السواحل الشماليه المطله على البحر المتوسط. زي ما نصحنا نستمتع بالاجواء بس ناخد احتياطاتنا ودايما نتابع النشرات الجويه في الوقت ده، لان فتره انتقاليه ممكن يحصل فيها بعض التقلبات الجويه. يعني احنا بمناسبه التقلبات، هل ممكن يبقى في اي فرص لسقوط امطار في اي منطقه من مناطق الجمهوريه؟ يمكن هو سؤال غريب في التوقيت ده من العام، ولكن بما اننا بنشهد ظواهر مناخيه غريبه عامه، فهل في فرص للامطار؟ هو يعني هو السؤال مش غريب شويه، لان احنا بدانا نشهد فرص امطار في الايام الماضيه كمان او في بعض الاماكن في البحر الاحمر او الصعيد، ومتوقع كمان ان احنا على مدار شهر 9 ان احنا نبدا نشوف فرص الامطار كمان في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. لكن الحمد لله على الاقل يعني منتصف الاسبوع اللي جاي او على مدار الاسبوع دايما في فرص سقوط امطار في اي منطقه من مناطق الجمهوريه باذن الله. نعم، بشكرك فينا. شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا ليكي. ونكمل أخبارنا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللي قررت مد فترة الأوكازيون الصيفي حتى يوم 30 سبتمبر القادم على مستوى جميع الفروع التجارية، وده بمشاركة عدد كبير من السلاسل والمحال التجارية.
قرار مد الأوكازيون الصيفي إلى نهاية سبتمبر القادم قرار لاقى استحسانا وقبولا لدى المستهلكين وأصحاب المحال التجارية، لا سيما في ظل تخفيضات هائلة على كافة المنتجات والسلع مقارنة بمثيلتها في السوق الخارجي. ها هنا داخل هذا الفرع بشارع قصر النيل تتعدد وتتنوع المعروضات من الملابس الحريمي والأطفال على مستوى كافة الموديلات والمقاسات. الأوكازيون يا فندم فعلا امتد من 7-8 وامتد تاني، برضو فرصة للمستهلكين والزبائن ان ايه فرصة دخول المدارس والجامعات، وفي عروض بقى طبعا نسبة الخصم من 10% ل 50%، فمن امتداد الأوكازيون ده فرصة برضو حركة للتاجر لينا احنا وللزبائن برضو. فعلا ابتدى فندم الزبون فعلا يعرف من خلال وسائل الإعلام ان في نسبة خصم حقيقية فعلا، فندم ابتدى يقبل بدل ما كان ياخد مثلا قطعة بياخد قطعتين بياخد ثلاثة، حس بفرق في الأسعار فعلا. في رقابة من وزارة التموين بصفة مستمرة بيتأكدوا من الأسعار دي قبل الأوكازيون وبعد الأوكازيون، بيشوفوا حتى الفواتير اللي قبل الأوكازيون وبعد الأوكازيون. فعلا إقبال من جانب المستهلكين على منتجات ومعروضات الأوكازيون الصيفي في كافة الفروع لما يتمتع به هذا الأوكازيون من تخفيضات هائلة وجودة متميزة وسط مراقبة ومتابعة مستمرة من جهاز حماية المستهلك. هي الأسعار حلوة شغالة تمام، المحل جميل جدا، عاملين كوليكشن جميل جدا وشامل كل حاجة، يعني شامل لبس محجبات شامل درسات حاجات جميلة جدا، يعني أسعار كويسة متناول كل الناس. طيب. ده ما شاء الله يعني في الديسكاونت، الحاجات اللي عليها ديسكاونت كتيرة دي ما شفتهاش برا كتير، يعني في السوت وفي حاجات كتيرة كده، ف ما شاء الله جميلة. يعني المزايا ان الخصومات اللي هنا مش بلاقيها في اي مكان، المحلات اللي حواليه لا يعني في فرق كبير، وكل حاجة بلاقيها هنا حتى السوتات والفساتين كل حاجة هنا بلاقيها. اشتراطات تتعلق بضرورة وضع السعر قبل وبعد الخصم على كافة المنتجات، وكذلك ما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية ضمانا لحماية المستهلك. إلى 30 من سبتمبر القادم ممتد هو الأوكازيون الصيفي بناء على طلب أصحاب المحال التجارية والمواطنين، لا سيما ونحن مقبلون على موسم المدارس والجامعات حتى يتسنى لهم الاستفادة من التخفيضات الهائلة على مستوى كافة السلع والمنتجات مقارنة بمثيلتها في الخارج. محمد عبد الصبور، النيل. في القاهرة تواصلت أعمال وفعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31. لوموني ما ترحموني، أحبي لوم العوازل مهما يلوموني. في ليلة جديدة من ليالي مهرجان قلعة صلاح الدين الدولية للموسيقى والغناء في نسخته 31 تلألأ الفنان مصطفى شوقي بباقة من أروع أغنيات. المشاركة الأولى المهرجان 31 مشاركة مهمة، جمهور مصري متنوع من أماكن متعددة من أذواق متعددة، مسؤولية كبيرة طبعا أن أشارك في مهرجان زي أول مرة. الفنان مصطفى شوقي عبر عن شكره وامتنانه لكل من أتاح الفرصة له للمشاركة في هذا الحدث المهم. والله مختارين برنامج ميكس كده أغاني ليا وأغاني من برا في وداني الناس بيحبوها، أغاني قديمة للأساتذة سبقونا، بحيث يبقى البرنامج يعني متنوع، شغل قديم وشغل بتاعي. ووسط إقبال جماهيري كبير اشتعل مسرح محكاة القلعة من خلال تفاعل الجمهور مع الموسيقى والغناء. قلعة صلاح الدين من الأماكن المحببة للواحد وبحب أزورها دايما لما باجي في أجازاتي، وسمعت كتير عن مهرجان القلعة وقلنا فرصة نزوره النهاردة، والحمد لله الجو جميل هنا والتنظيم ممتاز من أول الدخول، وإن شاء الله نستمتع بالحفلة الليلة دي إن شاء الله. جميل جدا، يعني فكرة رائعة وأسعار جميلة كويسة والجو جميل، يعني شكرا على ترتيبه يعني. وتستمر فعاليات المهرجان حتى 7 سبتمبر المقبل بمشاركة كوكب وباقة متميزة من كبار المطربين والموسيقيين من مصر والوطن العربي.
وها هي فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولية للموسيقى والغناء في نسخته 31 والذي يحتضنه مسرح محكى القلعة لتمتزج الفنون الراقية بالثقافة وتتناغم المشاعر والوجدان من بين جنبات التاريخ المصري العظيم. من أمام مسرح محكى القلعة أمل صبري النيل. خلونا نتكلم دلوقتي على واحد من أهم المعالم السياحية الشاطئية في مصر، وهذا النوع من السياحة بيتمتع بالتأكيد بشعبية واسعة عالميا بأجمل الشواطئ على مستوى العالم موجودة في مصر سواء البحر الأبيض أو البحر الأحمر، ولكن دلوقتي هنتكلم في فقرة بلدنا الحلوة عن واحد من المعالم الموجودة في سيناء وتحديدا في مدينة دهب، وهو البلو هول أو الحفرة الزرقاء أو الثقب الأزرق، كلها أسماء معروفة عالميا لموقع الغطس الأشهر على مستوى العالم والموجود على ساحل البحر الأحمر بمدينة دهب، واللي بيأتيها الغواصين من جميع أنحاء العالم، وبيعرفها جميع الغواصين بخطورة الغوص فيها، ومع ذلك بيأتي إليها كل الغواصين من كل مكان لمجرد التحدي بمن يستطيع الغوص والخروج سالما. البلو هول هو مجرى مائي عميق على شكل حفرة طوله 90 متر عمقه 100 متر قطره 50 متر يشبه الشارع الصغير، وبيوجد وسط الشعاب المرجانية المغطاة بالمياه لا يبتعد عن الشاطئ إلا بمسافة صغيرة جدا، لدرجة أن بعض الغواصين يستطيع الوصول إليها إما سيرا على الأقدام أو بالسباحة لمسافة قصيرة، وبيحظى بشعبية كبيرة بين الغواصين نتيجة لوجود تشكيلات مرجانية رائعة به وأعداد كبيرة جدا من الأسماك والأحياء المائية. خلونا نتعرف أكثر عن موقع البلو هول وأهميته في خريطة السياحة العالمية، وعن تاريخ تكوين أيضا هذه البقعة المهمة. معانا عبر الهاتف الدكتور محمود المحمدي خبير الإرشاد السياحي. دكتور محمود صباح الخير. صباح الخير يا فندم على حضرتك، وصباح الخير على السادة المشاهدين، بنهار حضراتكم جميعا سعيد يا فندم. اهلا بك دكتور محمود وصباح الخير. ولو حبينا نتكلم عن البلو هول، يمكن هو يعني بالفعل مشهور جدا سواء في مصر او خارج مصر بالبلو هول الموجود في دهب، حتى اللي ما زاروش او ما شافوش فهو عارف هذا الاسم جيدا، ولكن خلينا نتكلم اكتر عن البلو هول ومدى اهميته سياحيا على مستوى العالم. هو بالفعل يا فندم البلو هول هي قبلة الغواصين المحترفين الذين يقولون على هذا المكان بسحره، ولا ايضا دي القصص التي ارتبطت بهذا الثقب. طبعا زي ما احنا بنقول ان هذا الثقب تم تكوينه عن طريق سقوط شهب من السماء منذ قديم الازل في هذه المنطقه، وزي ما حضرتك قلت اللي هي القطر بتاعه في حدود 50 متر والعمق بتاعه هيصل من 90 الى 100 متر، بيبتدي من 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 القمه في فتحه كبيره حتى يضيق الى الاسفل فيصبح كما مرا الى مثل الشوارع الضيقه. لكن يعني ينتاب هذا المكان مجموعه من الاساطير، يمكن اهل المنطقه بيقولوا ان هذا الثقب تم تكوينه عن طريق سقوط فتاه في هذه المنطقه رفضت الزواج من احد اقاربها، وايضا القصص التي وجدت ونسجها الغواصين الذين قاموا بالغوص في هذه المنطقه عن طريق ان هذه المنطقه يسكنها عروس البحر ويسكنها الفروش. لكن دعنا نتكلم مع حضرتك ان هذا العمق بهذه الغطس في هذه المنطقه هو المسموح فقط ب 40 متر، لكن بعد ال 40 متر ال 13 متر الاخرين اللي هم 53 متر بيحصل عند الغواصين حاله من سكر الغوص او سكر الاعماق الذي هو يعني ينتاب الغواصين من زياده غاز النيتروجين، بيحدث عند بعض الغواصين حالات من الثقر او حالات من عدم التركيز يعني ينتابها فيقوم بالسقوط في فتحة فقط حياته في هذه المنطقه في حدود 130 غواص لهم دروس تجاري بالخارج عن هذا الثقب. لكن جمال هذا الثقب من الشعاب المرجانيه الفريده التي تحتويه ايضا هي وجعلها من المياه الموجوده اللون الازرق، لان الشعاب المرجانيه اللي موجوده
تتلون باللون الازرق. يمكن كمان من اهم انواع الاسماك اللي موجوده سمك الفلفل اللي موجود والاسماك الاخرى المركوده اللي موجوده اللي بتخلي الحياه المائيه حياه جميله جدا بيقصدها الجميع. يمكن في الفتره اللي فاتت ديت تم تدريب بعض الغواصين على الغوص على اعماق يعني مرتفعه وجعل من هذه الرياضه رياضه منتشره فبيقصد اليها بعض السائحين المصريين. فده كان زياده الوعي كيفيه التعامل مع الاعماق وكيفيه الغوص في الاعماق. يتم تدريب الغواصين على الغواصات الغطس في الاماكن العميقه وايضا بيكون معهم بعض الغواصين المحترفين المرشدين بهذه المنطقه لالتقاط بعض الصور المتميزه للحياه المرجانيه والاشعار المرجانيه في هذه المنطقه. بنطلب من الجميع ان هذه المنطقه منطقه بكر منطقه متميزه جدا يقصدها الجميع. لابد من الترويج. يمكن حضرتك تعملوا ترويج سياحي لهذه المنطقه في انتشار سياحة الغطس وأيضا هواية الغطس والتمكن والاستمتاع في هذه المنطقة والمناظر هذه المنطقة المتميزة. صحيح. رغم أن هي بالفعل يمكن من أشهر المواقع السياحية في العالم وخصوصا لمن يرغب في الغطس، هي يمكن من أشهر مواقع الغطس على مستوى العالم بالفعل، ولكنها في حاجة لمزيد من الترويج سواء داخليا أو خارجيا. ولكن من وجهة نظرك دكتور محمود، هل تحتاج هذه البقعة لمزيد من مش هنقول الاهتمام ولكن التأمين بالنسبة لمن يمارس الغوص في هذه المنطقة لتقليل عدد من يفقدوا أرواحهم فيها؟ بالفعل ده بتقوم بوزارة السياحة وأيضا بالفحص المراكز الغوص الموجودة حوالين هذه المنطقة وعمل دورات تدريبية عن طريق الاتحاد المصري للغوص في كيفية التعامل مع السائحين وكيفية تدريب السائحين والمتردين على هذه المنطقة بالغوص على مناطق في أعماق عميقة. يمكن كمان زيادة الوعي من الاخرين باستخدام انواع الاكسجين، لان في نوع الاكسجين للغطاسات العاديه اللي بيتكون من 21% من الاكسجين وايضا 22% من الاكسجين، لكن استخدام اسطوانات تحتوي على غاز الهيليوم ده بيساعد ايضا على الغوص لاعماق عميقه، فده بيكون له دور كبير جدا في الحفاظ على حياه الغواصين. فده يمكن هو ده المشكله كلها اللي كانت بيتم الغطس بعدم وجود محترفين يقودون هذه الغطسات الاحترافيه. عامة بنتمنى السلامه لكل من يريد الذهاب والسياحه في البلو هول او الثقب الازرق. في النهايه بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود المحمدي خبير الارشاد السياحي، شكرا جزيلا. نكمل اخبارنا وايضا فيما يخص المزارات السياحيه، ولكن في السعوديه بتعد غابه رغدان الواقعه في مدينه الباحه جنوب غرب السعوديه ملاذ هادئ ومريح للزوار الباحثين عن السكينه والاسترخاء والراغبين في الاستمتاع بجولات مشي ساحره داخل الغابه حيث يستنشقون هواء نقي وسط طبيعه خلابه. وسط جبال مدينه الباحه جنوب غربي السعوديه يعانق الضباب غابة رغدان الطبيعية المحاطة بأشجار العرعر العطرة والتي تمتد على مساحة 600 ألف متر مربع ليشكل منها لوحة فنية فريدة. رغدان تعد ملاذا هادئا ومريحا للزوار الباحثين عن السكينة والاسترخاء الراغبين في الاستمتاع بجولات مشي ساحرة داخل الغابة حيث يستنشقون هواء نقيا وسط طبيعة خلابة. وتشتهر الغابة خلال فصل الصيف بكثرة زوارها بسبب أجوائها المعتدلة ومناخها البارد، حيث تعد إحدى أبرد المناطق في الخليج والمعروف بارتفاع في درجات الحرارة. تتميز غابات رغدان بوجود ممرات حجرية تتيح للزائرين والمصطافين التحول وسط الغابة لمشاهدة الطبيعة الساحرة، إضافة لتوفير العديد من المرافق الترفيهية التي تتيح لزوارها تجارب مختلفة مثل ممشى السحاب المعلق فوق الجبال بطول يبلغ 100 متر
إضافة إلى الشلالات المائية المضيئة والممرات المجهزة. وتتمتع الغابات بمساحات خضراء شاسعة، حيث تغطي أشجار العرعر أكثر من 90% من مساحتها، وتتميز تلك الأشجار بأغصانها المتشابكة التي تشكل مساحات كبيرة من الظلال. كما هذه الأشجار دائمة الخضرة المعمرة ذات الرائحة الأخاذة التي تنمو في المناطق الباردة، لذا تعد منطقة الباحة مكانا مناسبا لانتشارها لكونها تتمتع بدرجات حرارة منخفضة طوال العام. هذا وتحتضن المملكة العربية السعودية ما يزيد على 857 غابة طبيعية، أشهرها غابة رغدان السياحية، وتحرص هيئة السياحة السعودية على الترويج لها كإحدى الوجهات السياحية المميزة للباحثين عن المناطق الباردة. وجدت اللاجئة الإريترية تغريد الحسن في برنامج بتورنتو يشجع النساء التي يرتدين الحجاب على ركوب الدراجات، وجدت فيه ما يثلج صدرها ويمنح ركوب الدراجات لتغريد شعور بالاستقلالية إلى جانب كونه طريقة لممارسة الرياضة. وعلم البرنامج اللاجئة الإريترية كيفية توجيه الدراجة وأساسيات ميكانيكية عنها، وده منحها الثقة لتعليم غيرها. ويهدف البرنامج لتوفير التعليم وبيئة ترحب بالمستجدات في ركوب الدراجات وفي المدينة، وخصوصا من المسلمات التي يحتمل أنهن جئنا من مناطق لم يكن ركوب الدراجات فيها متاح. وقالت منى بدوي التي تعمل في مجال الصحة المجتمعية ومن رواد برنامج حجاب وخوذ أنه تم إطلاق البرنامج منذ 3 سنوات لتلبية احتياجات المجتمع. قالت تقارير صحفية أن السجادة الحمراء في انطلاق مهرجان البندقية السينمائي بنسخته 80 خلت من النجوم والإبهار التقليدي بسبب إضراب مستمر منذ أشهر في هوليود. بسبب اضطراب مستمر منذ أشهر في هوليود، خلت السجادة الحمراء في انطلاق مهرجان البندقية السينمائي بنسخته 80 من النجوم والإبهار التقليدي، مع فيلم إيطالي اختير على عجالة ليحل محل عمل أمريكي في العرض الافتتاحي. وتولى افتتاح المهرجان رسميا رئيس لجنة التحكيم دايمين شازل، الذي سبق أن عرض فيلمه لا لا لاند في 2016 وفيرست مان عام 2018 في افتتاح نسخ سابقة من المسترا وسط أجواء احتفالية صاخبة، علما أنه هو نفسه من أشد مؤيدي الإضراب وهو موضوع على كل شفات ولسان في البندقية. وخلال مؤتمر صحفي قال شازل بمناسبة افتتاح المهرجان مرتديا قميصا عليه شعار داعم للإضراب إن كل عمل فني له قيمة بحد ذاته وليس مجرد محتوى فحسب، وهي كلمة رائجة جدا حاليا في هوليود، مضيفا الفن يأتي قبل المحتوى. وبات المسترا عميد المهرجانات السينمائية العالمية أول ملتقى علمي للفن السابع يدفع ضريبة إضراب هوليود، الذي انضم فيه الممثلون الشهر الماضي إلى كتاب السيناريو في حركتهم الاجتماعية مطالبين بتحسين الأجور ووضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وغاب النجوم الأمريكيون عن حفل الافتتاح في قصر السينما في الليدو، وطغى الحضور الإيطالي على السجادة الحمراء، لكن المناسبة شهدت لحظة مؤثرة تمثلت في تقديم النجمة البريطانية تشارلوت رامبلينج أسدا ذهبيا فخريا للإيطالية ليليانا كافاني مخرجة فيلم ذا نايت بورتر الشهير عن مجمل مسيرتها. وتضم المسابقة الرسمية 5 مخرجات سينمائيات مقابل 19 رجلا يتنافسون على جائزة الأسد الذهبي التي تمنح في 9 سبتمبر القادم، وهي جائزة فازت بها مخرجات خلال السنوات 3 الماضية. ضرب إعصار إيداليا شمال غرب ولاية فلوريدا الأمريكية بقوة، وهو إعصار من الفئة الثالثة في غاية الخطورة، تصحب رياح عاتية وأمطار غزيرة. بقوة إعصار من الفئة الثالثة في غاية الخطورة تصحبه رياح عاتية وأمطار غزيرة
ضرب إعصار إيداليا شمال غرب فلوريدا، بينما حذرت السلطات من تداعيات يمكن أن تكون كارثية في بعض أجزاء الولاية الأمريكية الجنوبية. سلطات الولاية قالت إن الإعصار وتأثيره في رفع مستوى مياه المحيط ظاهرة نادرة الحدوث في المنطقة، وأمرت بعمليات إجلاء واسعة. ورغم عدم الإعلان عن وقوع قتلى على الفور، حذر مسؤولون في فلوريدا من أن الوصول إلى المناطق النائية التي قطعت الطرق المؤدية إليها بسبب تساقط الأشجار أو ارتفاع المياه قد يستغرق بعض الوقت، خاصة في المنطقة التي وصل فيها الإعصار إلى اليابسة. المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قال في بيان إن إيداليا الذي وصفه بأنه شديد الخطورة ضرب الساحل الأمريكي بقوة إعصار من الفئة الثالثة في منطقة بيج بند التي تنتشر فيها المستنقعات وذات الكثافة السكانية المنخفضة في فلوريدا، مضيفا أن العاصفة وصلت إلى الشاطئ محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 215 كيلومترا في الساعة بالقرب من بلدة كيتون بيتش، مع احتمال ارتفاع مستوى المياه إلى حوالي 5 أمتار في بعض المناطق الساحلية. وعلى الرغم من أن الإعصار فقد قوته مع تحركه باتجاه الداخل وفوق جورجيا ليصبح إعصارا من الفئة الأولى، إلا أن السلطات حذرت من عواقبه ومن مخاطر ارتفاع المد. المركز الوطني للأعاصير قال إن مستوى المياه ارتفع بأكثر من 6 أقدام عن المعدل الطبيعي في سيدار كي، وهي سلسلة من الجزر المطلة على الخليج، وحذر من أن المياه على طول الساحل ترتفع بسرعة. رون دي سانتيس حاكم الولاية قال خلال مؤتمر صحفي إن الإعصار تحرك بسرعة أكبر من بعض من أعنف الأعاصير التي ضربت الولاية، وتحركت خلالها عين الإعصار على طول الساحل مخلفة الموت والدمار، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 265 ألف منزل في فلوريدا و105 ألاف في جورجيا وفقا لموقع التتبع باور أوتاج. دي مشاهدين الكرام كانت مجموعة من الأخبار والتقارير اللي ابتدينا بيها حلقة النهاردة من هذا الصباح، ولكن بالتأكيد حلقتنا مستمرة زي ما ذكرت لحد الساعة 10 صباحا، و فاصل قصير هنتابع بعديه موجز لأهم وآخر الأنباء على رأس الساعة، وعلى هيئتنا مستمرة مع حضراتكم، فابقوا معنا.